مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج نصي الثاني. بس اليوم للاسف في وحده نصها الثاني احسن لك بيني وبين اجا بلشتوا جد بتحكوا؟ الله ناخذ هون زين يزيد بتاكل كلاج، احنا قلنا لك نبلش تصوير يا كلاج عمر. يعني استني كيف بعديه عصير مراعي ما صدق اللي عم بصير. ايش ضل عندكم رعاه؟ اورنج اقعد عند اورنج هناك جنبهم. شو اخبارك زيد؟ اهلا 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 اهلا. شو اخبارك ساره؟ سؤال بس، انتم مطقمشين فقط صدفه من غير ميعاد. بتعرف في طوافق الاصحاب وبعرف انا طواف والله اقول توافق الابراج. ايش برجك؟ ميزان. شايف ميزان وهي ميزان وانا ثور 100%. ايه قصدي برج الثور. برج الثور بدي اقول لك لان وانا ذات. كيف حالك؟ اهلا. ما اول مره بشوفك على التلفزيون اليوم. على التلفزيون عم نحضر بعض برمضان. زيد بالله عليك زيد. اوكي كمان عندنا ساره، سارتين عندنا اليوم. شو ساره؟ يس ساره ولؤي. شو اخباركم ساره ولؤي؟ الحمد لله تمام. قد ايه لكم متجوزين؟ 6 شهور ونص. مالك صفرت ايش فيه؟ لا يا لؤي اسمع لهم 6 شهور ونص بس سنين. طيب شو هلا؟ انتوا قديش لكم؟ احنا 6 شهور ونصين. لا احنا لنا 1 سنة ونص. ما شاء الله الحمد كيف لله. الحب بعد ليش بيقولوا يا جماعه انه الحب بعد الزواج بيختفي؟ هم ما بيقولوا، وانت اللي بتقولي مبدئيا. بيقولوا لبس هالولو. يا بينات يا اخوان شو بتساوي؟ يا الله. طيب اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونورتونا. سميلي يا رب سميلي. احنا سعيدين جدا بوجودكم معنا. سعيدين جدا بوجودكم معنا ونتمنى ان تكون الحلقه اليوم ناريه. نعم صح اكيد. اول فقره معنا اليوم، اول فقره توافق الازواج. فكرت الابراج مع ميسون. طيب يلا هاي راح نفوز بها الفقره. توافق الازواج. اوكي يلا ندخل على الفقره. يلا ضمن فقرة توافق الأزواج الأستاذ زيد وكمان في عنا الأستاذ لؤي بدهم يروحوا يقعدوا هناك ويحطوا السماعات. استني أنا عم بشرب عصير. أوكي أنا صغير كنت مستني يجوا يضيفوني. اليوم في 3 كاسات قلت أروح 5 كاسات. كيف الواحد وهو صغير كان يستنى يجي؟ كنت أقعد هيك طلع هيك في جو ألاقيه ماشي من هون أكون أنا قاعد هناك. أجي أقعد هون أنا استنى يمرق من عندي أمراتي يفشق. ليش يفشق عني؟ طيب مش مبين أرد أقعد له قدام. زيد 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 كان يعمل برنامج يا جماعة اسمه واحد فيهم الدينار. دينار ليرات عفق. ليرات عفق. فمرة راح على زلمة عايف حاله. عايف حاله عمره كأنه 90. ممكن 90 سنة. الله عمي أنا بدي أسألك سؤال. سؤال سريع جاوبني عليه. قال له إيش؟ قال له إيش حاب تصير بس تكبر؟ قلت له لما ايش مضيكه؟ يعني هربت انه قدام ايش مضيكه؟ فهذا هو زيد الصغور بس عشان افرجيكم كميه النغاشه. طيب تفضلوا كل واحد على كرسي. لا انت انت يلا احنا لابسين زي بعض. مش قادره على اليونيفورم. حطوا السماعات. يلا احط السماعات صح؟ حطوا. اوكي يلا. ايوه انا هلا مش سامعكم. ايوه الحمد لله. اسحق تخبص الدنيا ما تخبصي. ها لو سمعت. يلا اوكي. نبدا يا صبايا يا حلوين. ساره 1 ساره 2. اوكي سؤال اول، اكثر لف وجهك من هناك ما تسبليش لف. اكثر مغنيه بحب يسمع لها جوزك؟ مايا دياب. مايا دياب. يو ثينك اكثر مغنيه بحب يسمع لها جوزك؟ ناس عجرم. اوه يا طب طب لا 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 ايوه اهو نص. طيب زوجك بحب ياكل بالمطبخ ولا بغرفه الجلوس؟ كل محل الا المطبخ. كل محل الا المطبخ. محل المطبخ عن جد. طيب يا زيد بطل تطلع. ابصر شو بتخبص قاعده. خلينا ابصر انا حاسس. بالله عليك خلينا نكمل البرنامج. وين بحب ياكل بغرفه الجلوس ام بال هو وين ما كان بس انا ما بقبل غير بالمطبخ. 6 شهور. عزاز انت كنت تموني من اول شهر. لا طبعا مسيطره مسيطره. طيب زوجك بحب كعب العالي ولا الواطي؟ تلبسي عالي ولا واطي؟ مشكلة الطول. واطي واطي. لانه في فرق بالطول. طب قديش طولك؟ طمنيني. كعب عالي ولا واطي؟ لا بحب العالي. بحب العالي. هيدا هو. ارجعوا تعالوا تعالوا. مو قادرة على اليونيفورم. مو قادرة. يما. احنا بس اشوف عم بشوف مين كرشه اكبر.
طيب جاهزين يا حلوين؟ نعم. استاذ زيد. استاذ. استاذ. اكثر مغنيه بتحب تسمع لها؟ انا؟ مغنيه؟ بس بحب صار بحب نسوان. انا نسوان ما بحب. انا ايش ما تسالني عن نسوان بقولها مش حلوه، مين ما تقول لي؟ بتقول لك مو حلوه. اساليها. هو بيقول مش حلوه مش انا. هو بيقول بتقول لي مثلا يا الله ما انت هي ممثله محلها، بقول لا اكيد مش حلوه. احلف. وحياة ربنا. طب منيح، ليه انا ماخذه عنه فكره مخالفه تماما؟ مش عارف ليه. اسمع اسمع مغنيه. طب اعطيك تو اوبشنز. هيفا ولا مايا؟ اكيد هيفا. يا مشحر انت لو تركز. انا مايا بحبها عشان بحب، انا دايما بقول لك انت مثلا. يا حبيبي كيفك انا اتذكر دايما بقول لك انه بتشبهي مايا دياب. جوابك غلط. كنت غلط وحادي اني قلت لك مايا دياب برضه غلط. عم بتحاول بس بالضبط معك سيدي 100% جوابك صح. اكثر مغنيه بتحب تسمع لها؟ انا اللي بسمع لها نانسي عجرم. ايوه معروفه نانسي عجرم. شو اكثر اغنيه بتحبها لنانسي؟ يا غالي علي. يا غالي يا علي غنينا اياها. تنبعش صوتي. بتحب تاكل بالمطبخ ولا بغرفة الجلوس؟ بغرفة الجلوس. يا الله شو صح، قالت لي بيحب ياكل بأي محل الا المطبخ. الا المطبخ طبعا اكيد. انت بالمطبخ. ليش؟ لانه انت بتحب تاكل بالمطبخ ولا لانه في حدا بقول لك تاكل بالمطبخ؟ لانه في كرسي بكون جاهز. لا يا اخوي. لانه ايه؟ جهزت لي اياه الكرسي. جهز الكرسي. هذا الزلمه حياته انسى تمام. وين طيب بتحب الكعب العالي ولا الواطي؟ العالي طبعا. بلبس عالي انا؟ لا انا ساره ايش بتحب؟ لا انت ايش بتحب؟ انا ما بلبس عالي انا. ساره هلا احكي لك شغله. لا انت لا ما تخافي. لا تقلقي. هي ساره ما بتحب الكعب العالي. بس انا بحب الكعب العالي. طيب وقفوا شوي بس جنبها. ايش جوابك انت؟ لا انا ما عندي جواب، انا سؤال. خلص اذا انك ايش بتحب ساره اكيد بس هيك انسي موضوعها. انت شو بتحب تلبس الست، كعب عالي ام واطي؟ اذا ساره واطي. في غير ساره المفروض انت متجوزها لبسه تركز. هيك قصدي انت ما تفوتي لي خير. الزلم يي 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 يي. طب وقفوا جنب بعض اشوف لانه في مشكله بالطول. لا تعال اشوف ايش هو جماعه. لا والله كويس. ما هو هيك هيك بطل كويس. فهمت ليش بتحب الكعب العالي؟ صح 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 صح. نحسب لك يا اقعد. عالي ولا واطي؟ الكعب عالي. عالي برافو. على ما يبدو انه تقدم علي. على ما يبدو دمه خفيف. على ما يبدو شكله لطيف. والله بعرف. بيبيز وانتو تعالوا هون قربوا. يلا نحكي سر مع بعض. يلا تعالوا قربونا. في سر يا اخوان عن جد. يلا اساليني. الله يستر. الله يستر. استر يلي بتستر. سهله اسئلتكم الصراحه. اوكي منيح انا بحب السهل. هو سهل. سؤال اول بيقول يا استاذ لؤي. اوكي زوجتك بتحب السفر. شو صاف من فيه انتوا التنتين قاعدين كانوا قاعدين بيستنوا مستنيين تحلقوا لسه قاعدين بالصالون انتوا. هذا الله. زوجتك بتحب السفر ولا التسوق؟ التنين هاي مصيبة. تسألنيش أنا بتطلع علي ليش تسألني؟ تسألنيش السفر. السفر أكثر من التسوق. شو؟ إيش نفس السؤال؟ ما بعرف شو. يا زلمة عايشين مع بعض؟ سفر أو تسوق؟ شو بدي أقول لك طيب سفر ولا تسوق؟ شو بتحبي سفر ولا تسوق؟ مش عارف. إحنا سافرنا على العقبة مبدئياً عشان أكون أنا هاي السفر الوحيد. عاد بعرف إنك كسيب. على العقبة. إحنا سافرنا على العقبة بس يعني تسوق أو سفر يا أستاذ عزيز خلينا نعتبرها إحنا نضربها هيك. نحكي تسوق. الله زيد. طيب اكثر لون بتحبه زوجتك؟ انا هو اول. انت اول. الابيض. صح واضح. انت وانا برضه مش عارف لابسه اسود بس نحكي ابيض. يعني بين الابيض والاسود نحكي. زيد انت مو فاهم البرنامج او مو فاهم مرتك. ايش مش فاهمه؟ في ايش مش فاهمه بس ابيض التبريق. طيب يا زيد ابيض. يلا مرتك بتحب التبوله او الفتوش؟ الفتوش. تبوله. يلا اسمع ملكه التبوله عن جد. يلا لازم تقعد هي ارجع ارجعوا نرجع نبدل اماكن. تفضلي ستي. فقلنا كل جاجو 100% توكل على الله 100%. يلا بصير احط السماعه انا هسه. لا ما تصيرش تحط هسه. زي. لا خلصت خلص دور. بتعرف اني انا من اكثر الاشياء اللي بكرهها بحياتي هذا الشيء هسه انه الموقف السؤال هلا انه الحقيقه راح تبين. صحيح الحقيقه. بتحبي اكثر السفر ولا التسوق؟ سفر 100% زي ما جاوبت. ميزان
شوف كيف؟ شو ما جاوبت؟ قلت رحنا على العقبة وبتحب التسوق. اه ما هي قلت لك يعني بتحب السفر يعني. انت كيف تسمحي ليختك بس على العقبة؟ بتعرفي قديش بياخذ على حفلة العرس؟ بتعرف انسيني كورونا بعد بدون كورونا. قديش بتاخذ على العرس؟ انا دائما بحب اكون منيح مع الناس. اه فما بطلب كثير. بحدود يعني فوق الألف ولا تحت الألف؟ تحت. لا يا زلمة فوق الخمسمية ولا تحت الخمسمية؟ مش ضروري احكي على التلفزيون. طبعا اخذها على العقبة ما فيش. قال التسوق على فكرة هو عشان تكوني بالصورة. تسوق ولا والله الاثنين بس نقي سفر. سفر صح. بجوز غششها بجوز. والله ما حكيت ليش عليك غششتها؟ هاي المايك شغال. طب أكثر لون بتذكرني. انت رحت شوبينج؟ انا رحت شوبينج اخر مره مش عارف امبارح طلعت على الصيدليه بجوز مش عارف الصيدليه شوك. اكثر لون بتحبه زوجتك؟ اه يا ساره ابيض. الحمد لله. زقفه 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 زقفه. لا ابو الزوز عشان تعرفي انا الله عليك شايفه كيف ابيض. اوكي ما اخذناش النقطه القبل بس خلينا الحمد لله. نعم الحمد لله. هذا جديد كانه مو هذا ينسي من دبي يروح لحاله على دبي ياخذها على ايش اللون كمان ابيض. اه برافو. مرتك بتحب التبوله ام الفتوش؟ بوث. بس في اشي انت بتميزي بتطلعيش على ايش يعني انت ايش دائما بتعملي بالبيت؟ يا زيد اختصر تعمل بالبيت دائما فتوش. حكى عنها ملكة التبولة. إذا مش عارف إنها بتحب التبولة أكثر من الفتوش. لا اسمعيني أقول لك شغلة. خلص ليش أسمع؟ بدي أحكي مع حماتي بدي أقول لها شغلة. ماما بتعمل لي مش أنا. خالتي. خالتي خلي عظامك. طلعت بتحب الفتوش وطول وقتي باكل تبولة تبولة يعني قررت أحكي ما تبولة. شو؟ أنا فتوش مع دبس الرمان. فكرة هون كتير متفاهمين لعلمكم. لسه جداد مع بعض ضلوا حافظين. أنتوا سنة ونص على أساس إنك 70 سنة. بعد ست أشهر بنسوا. بنسى شو بتحب. ثلاثة على ستة. ستة على ستة الفريق الثاني. بدكم تشدوا حيلكم استنى. بعد هاي الفقرة عنا فقرة الصورة النمطية. Stay tuned. مشاهدينا الكرام وصلنا هلأ لفقرة الصورة النمطية. الصورة النمطية بأنه الرجال ما بيحفظوا تواريخ بالعادة صح؟ هيك يعني. هيك يعني. فبدنا نختبركم. حلو؟ عندنا هون مجموعة من الأرقام بيسألك عن ثلاث تواريخ بتعلق لي هون. ممكن أطلب منك السنة، ممكن أطلب منك اليوم، ممكن أطلب منك الشهر، حسب. ماشي؟ ركز له أي؟ ركز. أوكي بدون ما تحكي انت شو عم تحط هون لانه الحلوة سارة بدها تكتب الرقم واحنا بعدين نقارن نطابق. تاريخ شراء الذهب امتى اخذتها رحت وشريت شبكة؟ شهر بلاش يوم. شهر يعني. يلا اتذكر اشوف انت اشتريت ذهب. اشترى ده حتى ده ما بنشتري اقسم بالله انه هذا سؤال سائل اياه ولا لا؟ لا هذا مش لك مش هيك عم بسأله. اه والله عليك دبل دبل. شو زي الاجانب عايشين زي الاجانب. هلا صار اجنبي هيك الاجانب يعني. يما مقواه وين راح وين راح؟ مش قلت لك ذهب مالك وانا كتبت اهلين. ايوه يلا طيب روح. ايش هذا؟ مصيبه الشهر هذا. هاي مصيبه. اه طيب يلا التاريخ الثاني. تاريخ الخطبة امتى خطبته؟ نفسه؟ ايها لا مش عارف شو بتقدر مش فاهم. لا 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 انت ليش بتفرق؟ مش عارف بس ايديك لا تبرم. ان شاء الله يطلع غلط. عيد ميلاد حماتك مثلا. تاريخ الخطبة بدي اياه كامل. اه ولا هاي طلعش عليها استنى. لا بتذكر انا قاعد احفظي اياه. احلفي بتذكر انا حافظه زي اسمي يا زلمه. اكيد اسمي زي دزغول وتاريخ خطبتي. حفظني اياه والله. انت خطبته ايش تاريخ خطبتكم؟ اه 24/10 على الغيب حافظه. اوف والجيزه. الجيزه انا ما عزمتوني على العروس. عزمتك بس كان كورونا خايفه. كانت خايفه قال بديش اجي برضه. يا رب ما يطلع غلط. يلا يا سيدي هسه هيك احطها. اه ايوه هسه في كثير. حسبت 200 شخص اجى منهم 15 خايفين من كورونا. ما انت عملته بعز الكورونا عشان ما نيجي. قديش اخذت وقت هالمزرعة؟ مش نقطي. مش المهم نقطي. اجيت ولا ما اجيت؟ ايش نقطي؟ والله نقطه يا جماعه. انا زيد صغول منقطه كونديشنر مبلغ يعني. يعني تساليني حافظه لهسه اي سي كونديشنر. طيب اخر مره عملت لها فيها مفاجاه فاجأتها
سربرايز. انا ناسيه. ما فاجئها شكله. استني شوي. لا شكله مفاجئك والله. بلش يبحبش. بلش يبحبش الزكري. انا ناسيه. بجوز اليوم الصبح شو بحبك؟ شو؟ يا الله. تاريخ كامل ولا شهر؟ خلص شهر يا سيدي بسامحك. خلص شهر يا دبا. طيب اذا خلينا نشوف التطابق. ايوه طيب. ايش اخر ابصر والله شاطره. ايش نسال شو مفاجاه. ايش اشوف شو مكتوب هنا. خلينا نفوت. انا بس اسمعوا تاريخ شراء الذهب وينه؟ انت شو قلت تاريخ شراء الذهب يا حبيبي؟ قال 6. هي قالت شهر 3 قبل كورونا. بركي هذا شريك مرتين ذهب يطلع. اذا انت يا لؤي بتخسر النقطه. طيب الخطبة والله 12/6 حرام 2020 هاي بقدرش ألعب فيها. هاي بقدرش ألعب فيها. أنا هون سؤالي، آخر مرة فاجأتوا بعض فيها أو فاجأك شهر 7 وهو كاتب 7، شو فاجأك؟ كان عيد ميلادي قبل العرس. إيش عمل؟ عيد ميلادها 18/7 العرس 31/7. ياي طب شو عملت؟ فاجأني إنه ما عملنا عيد ميلاد. كنا معجوقين. هاي مش مفاجأة، هاي نكد. لا جبت لها هديه. شايفه هون هديه حرام. انا احكي شغله، احكي شغله ناديه. لؤي ما حتنسى لك اياها بحياتك. خلاص يعني انسى الموضوع. راح تضل تذكرك. احب اقول لك يعني وطن. طيب خلاص شكرا لك يا لؤي. تعال يا زيد. زيد يلا اوكي يلا. انا وين حبل الغسيل تاعي؟ ايوه بس ايه الملاقط. نجيب ملاقط نرجع كل شيء محله. انا فكرت قبل الخطبه. يلا اوكي. يا الله انا شو اني بالارقام، انا صعب هيك حياتي. يلا هلا بنضبطك. والله نادي تزبطينا هاي في ملاقط غسيل وانا إلي على الغسيل. انت إلك على الغسيل. وحيا الله بعدين. احنا مين انا بشو انا بشو غسيل ولا بنشر؟ مين انت بتغسلي؟ هو مين بصفط وبضب؟ هو احرم تقولي عنه مش متساعد. ما اكل هوا انا، ما اكل هوا. بتعلم منيح. طيب التاريخ الاول يا زيد الزبون. بدك تكتب ايش هذا؟ اكتب يا ساره. اخر مره تمشكلتوا فيها هلا. هلا قبل ما نيجي. قبل ما نيجي يلا حط اذا تاريخ اليوم. بس انت ما تحكي. ما بصير احكي. لا غير يعني السؤال يعني. لا يا سيدي خلص مشي لك. مشي لك يا ولد. يلا من فوق ما احنا فاضحين حالنا غير اليوم الصبح. وهذا بدنا نفوز النقطه. أخذ ايش اكتب انو رقم يعني؟ ايش توشت الصبح؟ ايه ايش توشت الصبح؟ عايز تصحى على الدوام. انك مش عم تصحى. اكلت كفر. اكل بيني وبينك رضي كفو. قوم اصحى من النوم. ما بصحى. وانت شو كان موقفك؟ انا صرت فجأت سعيد. بعد ما تفاجئت انا تفاجئت وصحيت. طيب يلا مفاجأة. يلا حط. اوكي وهي لازم اجي بصوت عالي. لا لو سمحت. اوكي هذا هي 6/2. هي 2 هون. هذه ملقط. خد انسي على الملقط انا زي ما بدك. طيب ميلاد والله مو انا ميلاد حماك 2/10. بعرف انا بعرف انا. لا تخاف. اي لاف يو اي لاف يو عمي. عشان تشوف على السريع جاوبت هاي بدون ما تنقص. وين رقم 2 اقول لك؟ سمعت انكم كثير صحاب. طلع كيف. طبعا طلع كيف الواحد لما يكون اي شيء عن حماه عسيه بيعرفه. فاهم كيف؟ تخيل يكون معلق بالثلج. اذا علق بالثلج بطلع له جرافه. اعطيني ملقط اقول لك. اهلين. هي 2 بطلع له بجرافه ولا شو؟ ابو مرتي. ابو مرتي حبيبي. أبوي الثاني. عمي برافو عليك. خلص اللذي. احكي كمان حبيبي يا عمي. انا ضل احكي لك تخطخلك. طيب اول مرة شفتوا فيها البيت اللي راح تسكنوا فيه؟ انا بقول لك احنا تجوزنا 13/8 اوكي. انا قبل سنه ونص شفت البيت. بس وطي صوتك انت عشان او ما تحكي. بفكر. افكر مع نفسك. اول مره شفت فيها البيت. افكر مع نفسك. اي طيب خلينا نفكر. يلا احنا 2000 ايش كنا مع نفسك. بدي اسالك عم بسالك احنا 2021. 22 احنا. احنا 22. انت لساتك نايم. انا قبل لو هل بس بدك شو هذا؟ لو اقول لك شهر هذا؟ لا قبل كم من سنه. مش قبل كم من سنه ولا قبل كم من سنه. يلا روح ماشي. يعني تصبر. طيب يلا يعني انا حتى يمكن اكثر. طيب. بس خلاص يلا. هاتي اشوف. نقارن الاجابات اوكي. اخر مره تمشكلتوا فيها توداي لما يومي يا 2/6/2 ميلاد حماك 2/10 هي 2/10. الله الله عليك. بدون ان نحكي السنه عشان بيحب الشعر بحد عمره. ما بيحب حدا يعرف عمره بالضبط. خلص 2/10 عمره. عمي عمي حبيب قلبي. عمي حبيب قلبي. اول مره شفتوا فيها البيت اللي راح تسكن فيه؟ قبل بسنه ونص يعني من هسه سنتين. انا حاطه قبل بسنه ونص من الجيزه ولا من اليوم؟ من الجيزه. من الجيزه. ليش بدكم دوره قبل بسنه ونص من الجيزه؟ هذا شيء بيني وبين حماي تدخليش فيه. شيء بيني وبين عمي.
شفت البيت قبل بسنة ونص، شفت البيت إشي يعني إشي بيني وبين أمي. لو سمحتي لو سمحتي يعني حتى هذا أقول لك السؤال هذا ملوش داعي بالمرة. هو هذا السؤال جد يشوف بيوت قبل بسنة. أقول لك شغلة سر كمان. البراد يجهزوا قبل سنة ونص. مين عملهم عمك خير؟ لا أنا قال لي روح حط البراد بموت من البراد. طبعا ما رح نحسبه كله ما رح نحسبه. لو ضل نايم مش أحسن. عم تمزحي. طيب ارجع محلك ثاني. اسمع زي ما اتفقت معك انا بدي افوزك وناخذ اللي عم مش قادره يما. اوكي يما والله ما انا قادره يما. اخ لا لا انا عن جد تعادلتوا 2 من 3 2 من 3 حلو مع انه احنا 3 من 3 بس يعني يلا مش مشكله اسالتيني اسئله ما يا سيدي مش بيننا مش بيننا يلا تفضل اقعد محلك. طبعا احنا لسه مكملين بفقره الصوره النمطيه. الصبايا معروفين انهم ما بيعرفوا يحسبوا هيك معروفين عن جد؟ إذا بالإنجليزي بتحسب صح؟ طيب خلينا نشوف يلا أوكي هلأ إذا لساتنا ضمن فقرة الصورة النمطية الصبايا ما بيعرفوا يحسبوا رح أعطيكم رح أعطيكم مجموعة من الحسابات تحسبوها وتعطوني المجموعة وبعدين تعطوني الباقي أوكي؟ طيب يا حلوين استنى عم بدور على اوكي جوزك حول لك على حسابك مع انها ما راح تصير لا هون ما راح تصير هون ممكن 60 دينار مشان تجيبي كم غرض اونلاين حلو جبتي لك بلوزه استنى والله خلينا نمشي معه جبتي لك بلوزه ب 13.5 وال هاي في سيل كاين اوكي اوكي والله بعرف انت دائما هي بتوفر وبلوزه له ب 8 دنانير ليش لك اغلى يا دي مش فاهم هاي اللبسه اليوم مش فاهم هاي البلوزه هاي مثلا مش فيها هاي 3 ليرات بلوزه وحفاره كوسه زين بدينارين جبت حفارة كوسة بدينارين استني طب روحي على سهيل ولا وعجبك وين الزوم؟ اعطوني زوم من عند اي حدا وعجبك عرض على الجرابات الا ولا الي؟ انه هو عنده ادمان خلص انا بحب كل جوز بدينار ونص وش لا لا تجيبي منهم هدول كم جوز جبنا؟ كل جو عجبك عرض على الجرابات كل جوز بدينار ونص فجبتي 3 جواز ودفعتي لشركة التوصيل شايفة شايفة أنا مش عارف مش عارف بحسب يا جماعة لساعة بغش شو هذا السؤال يا أنا بديش أغش عشان أنا ضعت طيب أوكي ودفعتي لشركة التوصيل 5 دنانير سارة قديش صرفتي وقديش ضل معك هلأ اللي ضل معي 27.5 يعني واللي صرفتي استني شوي لما خلصت سوسو خلصنا يعني صرفت 23 تقريبا صرفت 32 23 صرفتي 23 وضل سبع لا هيك غلط صرفت لا 32 بقول لك صرفت 32 ضل 27 ونص هي بس عكس الارقام 33 ضل 27 هي طب نفس الاسئله نفس الجواب طب ليش هاي سهنة ليه بتشغلي طب ما احنا صح شعر ساحل يا عم شوفي يما من مش منك من حمرتك يا حبيبي جابت الرقم صح زقفة لا انا كويس انا كويس سارة يعني سارة كثير قريبة بس ما هون جابته على 27 زي انا نص انا عندي نص في نص دينار ليش حطيتي نص؟ حطيتي لي 60 في اش نص انت صار النص من وين جبتيها؟ بلوزة جرابات قلتي 13 ونص البلوزة البلوزة بس هي طلعت معها صح الحسبة طب الاي لاينر طيب النتائج شو النتائج؟ سارة وزي 2 من 6 وسارة ولو أي 5 من 6 انتو وضعكم بالنازل على فكرة بقول لك شغلة بالنازل بقول لك شغلة يعني انتو يعني كثير بدققوا بالبرنامج يعني فرقت نص هنا دي مش فاهم مش بعصير احذر مين اللي بتحسب دانا مش بعصير خدي عشان احنا مش حنفوز طيب شو مش كده طيب احنا مكملين يمه مكملين معاكم امحي خلاص بفقرة امحي ما تحرجنيش بعد الفاصل مشاهدينا الكرام وصلنا هلأ لفقرة تحرجنيش هاي الفقرة انتو شو بتعملوا فيها؟ نسألكم أسئلة محرجة هلأ بيكون عندك الخيار مش حابة تجاوبي يا انتي بتاكلي يا بتخلي جوزك يأكل صح؟ أنا بقول لها اقلبي علي وعلى مين ما بدك مشكلة اقلبي علي على كل العائلة ما في مشكلة طيب السؤال الأول بيقول
رحتي صبغتي شعرك وعملتي نيو لوك ورحتي على البيت مبسوطه ومهيصه، جوزك انبهر باللون وعجبه، اجت حماتك تشوفك قالت لك شو هاللون الختايري، جوزك ضحك وطلب منك تاني يوم تغيري اللون، بتقهري جوزك وبتعملي لون ما بحبه ابدا ولا بتحرجي جوزك وحماتك وبتحكي لهم انا عاجبني؟ اه هاي اوبشن 2. انا انا عاجبني. احكيها لعبلة هلا عم تحضرك، حماتك عم تحضرك. عبلة ما بتزعلش، مش مشكله. انا عبلة. طيب يلا هينا انا عبلة. هذا اللون ساره كثير مختيرك انتي. شو انتي؟ انا عاجبني. انا عاجبني وانت مبسوط؟ اه طبعا. خلفت شوال رز يا الله حبيبتي يما، بس عشان ما اوقف ولا اضر يا ربك. انا ما بصبط. يلا فرض صبغتي ميشتي. ميشت؟ اه لا كمان بحكي لا انا عاجبني يعني. وين كاميرتي؟ برافو سوري حماتي انا عاجبني والله قوية عشان ما ناكل ابنها كمان. اه برافو عليك. طيب كنت نايمة عند اهلك واكتشفتي انه اخت جوزك دخلت بيتك واستعارت منك لبسة بدون استئذان. بدون شو؟ استئذان. يا حبيبي بتضلي عند اهلك وبتكبر الموضوع بتعمليها زعلة ولا بتنسي؟ هاي طوش اليوم لما تروحي على دار حماكي بتفضحيها قدام اهلها. هاي اوبشن 2. اللهم اقسم بالله فرح فرح هم صحبات عادي بتقلب على بعض. اه يعني شو بتقولي بتروحي عند على بيتها؟ على البيت. طيب فرح اسمها؟ فرح. طيب فرح هلا قاعده بروح عندك على البيت. اه شو بتعملي فيها؟ بفضح. خلص قضي عليها. يا الله بفضح وبردح. شايف انا كيف يا حبيبي والله صعب بحكي عن ابوك سالم. انت شو؟ لا انا ما عندي مشكله. ما عندك مشكله اخذت دخلت على بيتك بدون استئذانك واستعارت الجوكيتة. بده يكون في حدا بالبيت ما راح تفوت اصلا. يا اختي فاتت اعطاها مفتاح. ما بحس عندي مشكله. اه ما هو اعطاها مفتاح يعني بالنهايه اخذت المفتاح. ليش تعطي اختك مفتاح ان شاء الله؟ ما عندي مشكله. انت ما عندك؟ لبس لا. كل ما تروحوا انت وجوزك عند دار خالته بتضل بنت خالته تتغزل فيه. وانت ساكته ومختصره المشاكل. ليوم معزومين عندهم اجت بنت خالته صارت تطعميه بمعلقتها. وجوزك النضوي اللي جنبك مبسوط. انا ما عم بحكي عن زيد اكيد رح ينبسط بشكل عام طبعا. في له بنت خالي عشان توجيه لها رساله. طيب الحمد لله. شو بتكون رده فعلك؟ هل تقبلي الاكل يعني هل بتقلب الاكل عليها وبتبهدليها؟ بتقلب الاكل عليها وبتبهدليها ولا بتقومي عن الاكل بتحكي لجوزك احنا لازم نروح عشان ما تبين للناس شو مالك؟ لا هاي ولا هاي. لا لا ياكل شو عمله يا اختي؟ لا لا ما رح اعمل سين. اكيد صارت قبل ما بعمل سين. تعال تعال خلينا نمثله. تعال انا بنت خالتك قوم يلا. انت بنت خالتي مش تطعميني من ال لا ما رح اطعمك. طيب زوزو بس خليني ادوقك هاللقمه. ايه حبيبه القلب فعليا هذا اللي رح يصير. بتشهي احلفي وحياه الله وعادي. انت حبيبي فاهميني جيزي غلط روح اقعد محلك. اوكي شايفه كيف؟ يعني اعمل مشكله ويصير يذكرني. لا صح برافو. انا بحط شرط انه ممكن تعمل مشكله يعني. نوت فروم هيز كازن صراحه. نوت فروم هيز كازن. طيب انت نفس المبدا يعني كمان بتغريش؟ لا يا غار من بنت خاله. برافو عليكي. تعادلوا قديش جابوا؟ 9 و9 على محل اكثر. مشاهدينا الكرام وصلنا هلا لفقره اعرف طعم التمك مع سنيوره. الله حلو. اللي ما بياكل سنيوره حياته بتكون مغمورة. سنيورة منتجاتهم بتشهي طبعا. ما شاء الله عليهم كل إشي عندهم زاكي كتير. الكبة الزنجر كل إشي بنقلة عندهم بشهي. التشيكن بولز هدول التشيكن بولز والميت بولز كتير زاكين. شو اسمهم بيحبهم زايد؟ يا حبيبي النجتس. نجتس عشان مش حافظها هاي. مش حافظها. طيب هلأ بدكم تحطوا أول إشي كل واحد العصبة على العينين. مين؟ هو وانت يا زيدو. وبدكم تلبسوا السماعات. اوكي وبهذه الاثناء بدنا نشوف فيديو. لا بدنا نشوف فيديو مع الشيف خميس عم بيحضر لنا وصفه رائعه من منتجات سنيوره. وصفه اليوم برجر بقري من سنيوره مع البسطرمه والبيض. وهلا بعد ما حميت عندي القلاي بدي افتح برجر اللحم البقري من سنيوره ونحطهم عندي. وهلأ بعد ما تطبخ برجر البقري عندي هون بدي أحط الخبزة حتى أحميها. وعلى جنب بقلاي تانية صغيرة رح أحط البسطرمة فوق الزيت اللي أنا ضايفه وأتركهم يتقلبوا مع بعض شوي. وبعد ما تقلب عندي البسطرمة مع الزيت هلأ رح أضيف البيض.
رشة ملح خفيفة لأنها البسطرمة فيها شوية ملوحة. طيب هلأ راح أضيف الجبنة كمان هون على البرجر. وهلأ البيض عندي صار جاهز مع البسطرمة، وعندي هون كمان البرجر جاهز مع تشيز. راح نبلش نطبق بسندويشة. راح نحط المايونيز، بندورة، راح ناخد الجبنة مع البرجر بهذا الشكل ونحطهم عندي هون هيك. نجيب البيض نحطه بهذا الشكل. وهيك وصفة البرجر البقري من سنيورة مع البسطرمة والبيض صارت جاهزة. صحتين وهنا. إذن اعرف طعم التمك مع سنيورة. بدنا نجيل يعني بلشنا صور وليش؟ بلشنا. نبدأ مع الأستاذ زيد والست سارة. تفضل يا صبية يا حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. شو فيه؟ يامي. والله مبدع يا شيف خميس. تعال تعال. مبدع مبدع. شنو بس سلو قاعدين ولا إيش؟ حبيبنا يا شيف يلا. وقف خلص. في كرسي أقعد؟ لا لا. عش الدور. عش الدور. طيب زيد ركز يا زيد. سارة. أرجع أقعد أنا؟ لا. تعال يا زيد هون قرب. سارة روحي هناك اقعدي وقفي. أوكي. هلا شوفوا. بده يقيم السماعة. أيوة. أيوة صح عشان هيك نكون قلنا تمام. جد إيش صار يا جماعة أنا؟ أوكي. يعني لا لا ما تقيم الآي ماسك. أظني أنا هلا هون واقف ودغري. هلا بدك تضيفي الطعمي. أوكي. بلشي. طعمي طب يلا. ولا بحياتها عملت. يا حرام. طلع علي ما تهمها. يلا بيبي يلا. حرام عشان يتنفس إيميله عن نوزه. هيك بديش أشوف أنا مبسوط. يا جماعة جات قصة طعم. خدت وين هذا كمان؟ اوكي شو هاي اول اشي دقته؟ بطاطا. بطاطا وكاتشب. الاشي الثاني المهم يلا. جنب اسلوها بطاطا. والله زاكية. يومية بس زاكية. يلا افتحها. اوكي. عض. انت لك تحضر ايش تاكل مش اعلمك تاكل. يلا. شو ده شو استطعمت؟ في افوكادو. وبندورة. لا ما في أفوكادو. أفوكادو ما في. بندورة. لحمة طبعاً. طب عادي أطعميها. طعميها. حد إيش؟ هذا بيض. أيوة. أخيراً. أيوة. تقييمك 8 من 9 حلو خلاص. بدو أجيب كمان واحدة. بدو أجيب اللي ضلت. طب يلا فرجينا اللي ضلت. والله يعطوه فرصة. خليني أشوف بس أتحدى ذكائه. خليها سوا بس عميني. لازم مع بعض ولا لحال عادي اكلها هي حرام مبسوط انها بالطعميه عمرها ما طعمت زمان ما طعمت بحياه ربك يا حرام اخر مره رحنا ب 2 2005 ايوه شو هاي بياكل ايوه بسطرمة عم بتذكر ما انا ايش بتذكر طعمتها عشان هاي زمان ما باكلهاش دائما خلاص يا شيف خلاص تمام يلا روح خلاص يا زلمه يلا يلا تعال هلأ معانا سارة لؤي هات نشوف شو راح يدوق لؤي يلا ما كان سامعي لؤي صح؟ افتح امك لا ايوه شو هاي؟ بطاطا اه ما شو حتى هاي حتى هاي وانت بتحكيها هادي بطاطا بطاطا مع كاتشب مع كاتشب؟ هيك قال حطيتي كاتشب؟ خلص هاي صح اعطيه هون يلا قديش؟ يعني بيج بايت بيج بايت برافو كمان لقمة؟ كمان لقمة؟ يعني أنا دقت برجر برجر وإيه إيش فيه البرجر؟ بندورة بندورة صوص شو كمان؟ برجر إيش لحمة أو دجاج؟ لحمة لحمة حلو شو كمان؟ بس ما دوت جبنة في هذا اعطيه 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 كمان لما وصلناش احنا ايوه اعطيها برافو عليكي صح شطوره والله كان شنجني يلا ايوه شو هاي يا عمري ما بتعرفوا تميزوا البيض هذا اي لا مش بيض بيض يا زلمه بيض ما قلت لك بيض واحده بيض بيض وايش معه عم بتغششوه انتوا بيض مع شو اسمه اللحمة هاي نشفة نشفة شو هي صح صح بيكن بيكن نحسب له اياها صح ليه ما حسبتليش اياها صح انا خلاص غلط قريبه منها قريبه
بتحبها انت. انا 7 من 9 خلص ارجع محلك. اي طب ليه حسبت له اياها؟ انا ما حسبت له اياها. انت 8. انت ما حسبت لك البيت. عن جد سنيوره، عن جد عشرة عمر سنيوره. شادي ماما يستر بيض مع اللحم ما زبطتش معي طعمه. هلا عندنا فقره شو بتقول. إذا وصلنا هلا إلى الفقرة النهائية من برنامج نص الثاني شو بتقول؟ فيها أكل؟ لا. ليه؟ والله برنامجك افتح توداي، افتح توداي. أقول لك شغلة. والله أنت برنامجك بجنن. إذا في كمان حلقة نصور بنصور. عن جد؟ أنا ما بدي. في أكل. أنا بسمعك. في شوكلت وفي عصير والله قاعدة مرتبة. من وين توداي؟ توداي. شوفوا يا حلوين. كلمتين بكلمتين، كلمتين بكلمتين، لازم تحذروا بعض. اللي أوكي. بده يحذر بده يحط الإيش؟ السماعة. أوكي؟ بلش مع مين؟ تقدر تقول لا؟ لا طبعا. يلا تفضلوا تفضلوا. هاي روحها معنا على البيت. اوكي يا سيدي على حسابك لؤي وساره. يلا تفضلوا. اوه بتعرفي هناك في بدون سكر؟ بقول لك في بدون سكر بتشهي. يلا بس علوا لنا الصوت يا جماعه. اوكي ماشي الحال؟ حاول ركز. سامعني؟ يي سامعني. لا بقوله سامعني بقولها اه. لا بقولها. بقولها. طب كويس. طيب يلا. الكلمة الأولى. مخضرم. 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 ايه؟ مو خضرم. مهذب؟ أنت مهذب بس الكلمة مش هيك. مخضرم. مخطم. أيوه مخطم. مخضرم. مخضرم. الله طلع الحكي يما اخر الحلقه صح. تشاتشيل. تشاتشيل. ياه تشاتشيل. شح. تشاتشيل. شحشي. تشاتشيل. اكله. تشاتشيل. تشاتشيل. ايوه البد. برافو برافو. تشاتشيل بيحكي مع نادي بنادي بيحكي معك قاعد حاسس سامعنا. لا لا مو سامع حرام. سامع؟ ليش خلاص؟ يلا تشاتشيل نرمي لحالها تطلع. خليك 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 تشاتشيل مظبوط. طيب علولها علولها. قسطنطينية يا حبيبي. قسطنطينية. اوف قص قسطنطينية. قسطنطينية ما هي بتكمل الكلمة العادية. هاي دارسة. ذكروا من ورانا. والله انا ما بعرف احكي. السماعة علول الصوت يا حلوين. والله ما سمعت ايش. سمعتش؟ مضمضة. مضمضة. شو؟ مضمضة. كمان مرة. مضمضة. 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 أيوه إيش؟ لا مضمضة. لا مش مضمضة. 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 ايوه طب هي بتحكي معك تقول لا بتقول سامع. انا شاطر. حاشا سامع. قوم انت قوم 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 اشوف شطارتك. برافو عليكم. اسمعيني انا كنت سامعك هسه لما احط السماعه اقول لك انا سامع. ماشي بالضبط. يلا يلا وين وقفوهم قلتوا لي يعني السماعه بتعرف كيف. انا والله بسمع اصلا بدون سماعه. يلا ساره هون. يلا الكلمه الاولى. هونغ كونغ يا حبيبي. هونغ كونغ. كو هون كو لو كو هون لو. هاي الغنى اياها النقطة مناش اياها. بقول لكم هذا مش هذا شو بدي اقوله معي. ترللي. ترللي ايوه انا عشاني ترللي. ايوه مش عليك عرفتها شو هالحب الترللي. يلا اوكي استنى خليك محلك. ايش كانت الكلمة؟ هونغ كونغ. ايه هونغ كونغ. الحمد لله انا ما حكيت. الحمد لله ما حكيت. ليش بتفرج علي عندي؟ فرجيني. انت وصلت لك. مش فاهم عندك. زيد. ايه؟ يتعربش. شو؟ شو فاهمها هذا الحكي؟ راقية. بالانجليزي. راقية. عمرها بحياتها ما سمعتها. احلى. عم بحكي معك جد. طب يلا قول. طب اه. يتعربش. لا بتنصدميش عم تمشي عم تمشي عم تمشي. يتا. يا. تا. تا. برافو. عربش. عربش. ايوه شو بتصير عربش. ايوه ما بتعرف معناتها. بتحداك تعرفها ولك دام حالكم راقيين. انا بتحداك. طلطميس. طل طل طل
ايش بيجي هلا؟ تا ولا ايش؟ اذا انا مش عارف طاولة طاولة ما اخذتوش املا وانت صغار قميص قميص طل قميص طل قميص ايوه ايوه زقفورهم سمعتي سمعتي طل قميص طل قميص يا طل قميص يا ثانك يو شو يعني اللي حكيتهم؟ برافو شو يعني اللي حكيتهم؟ برافو 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 شو النقاط بهاي الفقرة؟ اذا انتوا 15 من 20 وانتوا 20 من 20 هلا ضل النتيجة النهائية لا بالمدرسة انا منيح ولا هون منيح مش فاهم انا بعد الفاصل وصلنا هلا لفقرة النتيجة النهائية نشوف أكيد. مين ربح معانا اكيد سارة احنا ولو اي ولا ساره وزيد صغور مش مشكله هم ساره تفوز واحده فيهم مش مشكله ايش اكيد يلا بنعطي النتائج معروفه واضحه النتيجه ساره وزيد 37 من 50 حلو شو 37 من 50 نوت باد وهون 47 من 50 قادر تصير هم الدرسين انت جاي على السبهله خلص هلا لا تبلش الحمد لله طيب احنا راح نضيفكم من كولاج عمر بلش كول بلش كول انت انا فاهمه وضعك جمالك تتحلى طبعا الفريق اللي ربح معنا راح يربح شو دقيقه بالله خليني اقول لكم يعني شو جوائزكم طب ما في جوائز ترضي بس سؤال في ترضيه طبعا عشان احنا انا بزعل والله في اذا ما في ترضيه والله غير ازعل لا والله في ترضيه طيب أيوة. انتوا راح تربحوا معنا يا حلوين جائزه بقيمه 100 دينار مقدم من اورنج يتم ايداعها بمحفظه اورنج ماني سلم من منتجات المراعي وطيبه كوبون من سنيورا عشه عمر بيتم استخدامها في معارض سنيورا بده يطعميها قال وكمان جائزه بقيمه 100 دينار مقدمه من ديرما جلو الدكتور رمزي العمري والدكتوره منال بالدوار السابع والدوار الخامس قسيمة من كولاج عمر وقسيمة تبييض أسنان من عند برو كير دنتال كلينكس الدكتور وائل رمضان وإنتوا لأنكم خسرتوا بس ولكن شركة المراعي وطيبة حبوا إنهم يربحوكم سلة من منتجاتهم مبسوطين؟ عصير مراعي؟ خلاص؟ منيح قدي زاكي الكولاج؟ راح أخده معي أوكي بدنا نشكر اكيد كل سبونسرز اللي معانا اورنج ماكدونالدز ديرما جلو تودايز شوكليت طيبه والمراعي سنيورا وكولاج عمر ثانك يو ادمانه اني جبت زيد على الحلقه الى اللقاء باي باي